حقيقة من اللاعب الممجد مجيدي فرهاد مجيدي للاعبي فريق النصر. شايفين الضغط النفسي على لاعبي فريق الاستقلال، واضح واضح للعيان. الآن كرة ملعوبة يجب استغلالها وتسديدها. الله الله، ضاعت الكرة الجهة اليمنى. الآن كرة ملعوبة عن طريق أمير بادي، والكرة بالراس، والكرة خطيرة سليمة. برافو ليفي وماجد، فهو هداف وصانع ولديه سرعة، والكرة خطيرة. الله الله الله، برافو يا عبد الله عنيزي. يا جماعة تو قايل اقطع عنه الموية، الكهرباء، النور، الاتصالات، لا يجد هذا اللاعب أي رفاهية. لا تعليق يا عمر. لدى أحمد عباس، عباس يتقدم يفكر بالمرور، والكرة ذهبت مباشرة إلى ركل الزاوية مع سقوط الحكم المساعد، ويؤازرون والمطوع يرسل كرة. الله الله، عادت من جديد، والتقدم لأحمد عباس. عباس على الجهة اليمنى، عليها يا دوخي، الكرة خطيرة، مين يتابع؟ خطيرة خطيرة، لكنها هدف واحد، هذا هو هدف الفوز لإيمان مبعلي. والآن كرة ملعوبة، برافو برافو لعبد الله العنزي. كرة خطيرة إلى فرهاد مجيدي، الضغط خطيرة جدا، أخطر، والكرة مرت بسلام في الترتيب العالمي على مستوى الاستيعاب الجماهيري، الكامبنو والمركانا وويمبلي وأزادي. الآن كرة ملعوبة وكرة خطيرة، يا عباس، نعم الكرة الماضية في يد أمير صادقي، نعم أمام الاستقلال، أمام سبهان أصفهان. الآن كرة ملعوبة وتغيرت، وبرافو العنزي على دفعتين. الكرة تهيأت، جباري خطير، برافو 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 من أحمد عباس، يتقدم الآن. هاي هي 3-2، اعطيها يا بدر، حلوة حلوة، جول. يحول كرة خاطئة وابعدت، وصلت إلى برناوي، حولها على الشمال، برافو. الآن هذا وقت الهدف، هذا وقت التسجيل. الآن كرة إلى المطوع، استقبلها زيلعي، زيلعي يطلب كرة سهلاوي، الكرة للسهلاوي، سدد سدد. الله 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 الله، يا سلام، نصر العالمي، نصر يعود 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 إلى أيام العالمية بأداء عالمي وجميل ومثالي. الله يا عالمي، انت يا بدر مطوع الهداف العالمي وهداف العالم، العالمي يعود بالعالمي، العالمي يعود بالعالمي. النصر السعودي يتقدم هنا، ناظر الساعة، ناظر الجدول، الجدول فيما لو، فيما لو. الآن كرة خطيرة، الله، هاي فيما لو نجح الاستقلال في تسجيل هدف التعادل، ويفعل ذلك فرهاد مجيدي. كنا نتطلع لمواجهة سعودية خالصة لو انتهت المباراة بتقدم النصر بهدف للا شيء يواجه الشباب، لكن هدف التعادل جاء من كبير القوم واللاعب القومي عمر هوساوي. محمد عيد، الكرات العرضية تشكل خطورة، أين الدوخي؟ أين محمد عيد؟ أين هوساوي؟ الكرة لا يلام فيها عبد الله العنزي. كرة مقطوعة خطيرة بالخطأ، الله، برافو 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 يا عنزي، يا لك من متألق. لولا براعة العنزي كحارس مرمى لما كانت النتيجة بهذه الوضعية. برافو يا عبد الله العنزي، يرفع لك القبعة ونرفع لك الإعلام. خطأ، تقدم الآن موجود والتحرك حاضر، والكرة العرضية وخطيرة ومرت، وفرصة الآن، ومحاولة تسديد، وفرهاد مجيدي مرت بسلام.
وأمان وفرهاد مجيدي أضاع الاستقلال. أقولها بكل صراحة، فرهاد مجيدي أضاع الاستقلال. يرسل كرته، وصلت الآن إلى بدر المطوع، طلب للكرة إلى في قروة رايخ، لا تعليق، وجهة نظر شخصية حتى في البث الحي والمباشر أن الكرة الماضية ما كان فيها تسلل. الآن الاستقلال منهك، الآن الاستقلال يفقد لياقته البدنية، وبرافو بدر المطوع. ممكن الآن، ممكن الآن، والكرة إلى نوش. رحمتي إلى هوار، ترسل من صالحي، الكرة إلى هوار، خطيرة. ووقع هوار ملا محمد يسجل الآن الهدف الثاني للاستقلال. هذه النتيجة تذهب أيضا بالنصر إلى الدور الثاني، لكنك ستتابع على أعصابك عزيز المشاهد دقيقة في ملعب أسادي يجن جنونك. الأسد العراقي هوار ملا محمد الرحالة في هذه الرحلة للاستقلال نجح بتسجيل هدف تعادل. جميل التركيز يا عبد البراوي، قلت التركيز، التركيز في آخر دقائق ما كان مركز برناوي، ولاحظ الكرة الماضية ذهبت إلى هوار ملا محمد، أيضا لا يسأل العليزي في الكرة الماضية، وضعها بطريقة في ساعة مساكي. اطلق صافرتك، اطلق العنان لفوز النصر على الاستقلال. الآن كرة ملعوبة، اكملها، خلصها، اطلق الصافرة، اطلقوا صيحاتكم عشاق العالمي. النصر الى الدور التالي، تهانينا يا عالمي، تهانينا يا فارس نجد، قدمت ايها الفارس من الصحراء، الصحراء جلبت بالفارس، والفرح الآن للعالمي يذهب به إلى الدور التالي ويعيد أيامه الخوالي، أيامه الجميلة، أيام ستوشكوف، أيام الهريفي، أيام ماجد، أيام حسن، أيام المونديال العالمي. اذهب إلى طوكيو، الآن تعود الأحلام من ذكريات ساو باولو وساندا ادماريو ميريو، الآن تعود الذكريات إلى طوكيو. طوكيو الآن تعلوح في أفق العالمي، وللنصر بعد ملحمة كبيرة في أزادي. تهانينا للنصر السعودي، البطاقة. سيداتي آنساتي سادتي، عيسى العربين عاش معكم في هذا المكان هنا في ملعب أزادي، وأنا مجددا عيسى الحربين أودعكم على أن نلتقيكم في مباريات قادمة من مباريات كرة القدم المثيرة والممتعة. شكرا وإلى اللقاء.